وأرحب بضيفي عبر الهاتف أدهم أبو سلمية أستاذ العلاقات الدولية. أدهم أهلا بك معنا، وسؤالي لك عن افتحوا معبر رفح، ما هي رسالتك في هذه الحملة؟ أولا تحية لك أخي أسامة وتحية للمشاهدين الكرام، والحقيقة أنك فتحت جرحا كبيرا قبل أن تفتح معبر رفح. هذه القضية الإنسانية المؤلمة للغاية، والتي هي قضية للأسف الشديد قديمة وترافقت مع حصار قطاع غزة قبل نحو 17 عاما، ومرت بمراحل متعددة بين فتح المعبر بشكل جيد أحيانا للإغلاق الكامل أحيانا أخرى، والتضييق في أحيان كثيرة، ومؤخرا كان قبل 7 أكتوبر ولمدة 5 سنوات فتح المعبر بشكل شبه يومي، ولكن مع أعداد محدودة جدا لا تزيد عن 300 مواطن الكشف العادي الذي كنا نسميه كشف الداخلية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما يعرف بكشف التنسيقات المصرية، وهو الكشف الذي يقوم المواطن في قطاع غزة بدفع أموال لضباط المخابرات المصرية من خلال مندوبين لهم في قطاع غزة، وتمكينهم بعد ذلك من السفر، وصولا إلى الشكل النهائي أو الحالة التي تشبه حالة التنظيم التي حاول الجانب المصري يعني إظهارها، وهي ما عرف بشركة هلا السياحية، وهي الشركة التي أيضا كان يدفع لها أموال ولكن بشكل كان نظاميا إلى حد ما تحت بند الفي آي بي، ولكن أنت كنت تدفع الأموال مقابل أن تسافر كما يسافر كل الناس في العالم. هذا قبل 7 أكتوبر، بعدها فرض على الفلسطينيين المغادرين من غزة وبشكل مستغرب جدا أن يدفعوا ما يسمى بفيزا الدخول، فيزا الدخول إلى مصر، حتى ولو كان مرورا إلى مطار القاهرة، لأنه كما تعلم لا يوجد أي منفذ لغزة على العالم إلا من خلال بوابة معبر رفح، ومع ذلك كان يجبر الفلسطيني على أن يدفع 25 أو 35 دولارا آسف إذا أراد أن يغادر قطاع غزة، ثم يدفع بعد ذلك التذكرة الاعتيادية التي كانت معروفة منذ سنوات وهي تذكرة المعبر 300 جنيه، وإذا ما أراد أن يعود إلى قطاع غزة كان عليه أيضا أن يحصل على فيزا قيمتها 25 دولار في مطار القاهرة، حتى ولو كان لا يريد الدخول إلى مصر والإقامة فيها، وإنما يريد فقط المرور باتجاه معبر رفح. بعد الحرب الإسرائيلية على غزة ظهرت لدينا حالات مستغربة جدا عطية على الفهم، يعني أنا أتحدث معك حقيقة وأنا لا يوجد لدي تفسير، يعني في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 6000 جريح فلسطيني هم بحاجة ماسة جدا للسفر للعلاج وتلقي العلاج، وهناك دول أعلنت استعدادها لاستقبالهم، الكويت وقطر وتونس وحتى جمهورية مصر العربية نفسها و تركيا وغيرها من هذه الدول، إلا أنه لاحظنا أن الإجابات دائما على الأعداد القليلة لمن يسمح لهم من الجرحى بالسفر هو أن الجانب الإسرائيلي لم يسمح إلا لهذه القائمة بالخروج. ثم تفاجأ في الوقت ذات وأن هناك أعداد أخرى تسافر، ولكن هذه الأعداد لا تعرض على الجانب الإسرائيلي، وإنما تمر من بوابة معبر رفح من خلال دفع أموال للضباط المصريين، وتصل ما بين 5000 دولار في بعض الحالات، وصلت إلى 2000 دولار، وفي حالات أخرى وصلت إلى 10000 دولار. والحقيقة أنه هذا شيء مستغرب للغاية ولا يعبر على الإطلاق عن الجانب الأخوي أو الجانب الإنساني في وقت غزة تعيش فيه مأساة إنسانية كبيرة. للأسف الشديد ما يعرف بملف التنسيقات مع الجانب المصري ربما كان الفلسطينيين يتحاشون الحديث فيه لأسباب كثيرة، أهمها أن كل من كان يتحدث في هذا الملف كان يتم إدراجه تحت بند الممنوع أمنيا من السفر دون أن يفهم المواطن لماذا هو يمنع. بالمناسبة أخي أسامة، ربما لا يعرف الكثيرون أن هناك عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة ممنوعين من السفر تحت بند مدرج أمنيا، وهؤلاء لم يكن يحق لهم السفر عبر معبر رفح إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى إذا كان الإدراج هو وفق تقارير ليست خطيرة، بمعنى لا ينتمي مثلا للمقاومة الفلسطينية أو ليس عليه قضايا تتعلق بالعمل المقاوم، كان يدفع أموالا ويسافر، وفي ذلك تجار وأطباء ومرضى وجرحى وغيرهم.
لكن إذا كان ينتمي إلى بعض فصائل المقاومة الفلسطينية كان يستلزم له عملية تنسيق مع جهاز المخابرات العامة المصرية التي توافق أو لا توافق على عملية سفر، وكانت عملية معقدة تأخذ أحيانا بضعة أشهر وتأخذ أحيانا أخرى بضعة سنوات. هذا الواقع المؤلم والمؤسف تفجر مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتفجر بشكل أكبر مع وصول الناس إلى منطقة رفح التي يتكدس فيها الآن أكثر من 1,300,000 مواطن. بعض الناس في قطاع غزة وتحديدا مرضى السرطان، تحديدا الجرحى، لدينا حوالي 6,000 جريح، بعض العائلات التي لها أقارب أو أبناء أو إخوة في الخارج وترى أنها تستطيع في هذه الفترة أن تسافر خارج قطاع غزة لبعض الوقت حتى تستقر الأمور، على اعتبار أنها عائلات مدنية لا تملك أي شيء لتبقى في قطاع غزة، بيوتهم دمرت، أحوالهم تأثرت بشكل كبير، البعض يؤثر أن يخرج إلى أقربائه أو أبنائه أو بناته في الخارج لبعض الوقت حتى تستقر الأحوال ثم يعود إلى قطاع غزة. للأسف هؤلاء جميعا وجدوا أنفسهم أمام إغلاق لهذا المعبر ومنع الخروج. المفارقة الغريبة في هذه النقطة تحديدا أخي أسامة حتى أفندها بشكل كامل، المفارقة الغريبة أن بعض الأحاديث التي تأتي من الأشقاء في مصر تتحدث أنه هذا المنع حتى يتم منع الهجرة من قطاع غزة. كيف يستقيم ذلك مع السماح لمن يدفعون الأموال بالخروج؟ يعني أنت تسمح لمن يدفع الأموال أن يخرج وترفض أن تسمح لآخرين بأن يخرجوا حتى ولو كانت حالتهم تستحق ذلك، تحت مبررات إما المنع الإسرائيلي وتحدثنا عن الجرحى أو الخوف من وجود هجرة من الفلسطينيين. صحيح. باتجاه الدول المجاورة أو أي منطقة في العالم، وهذه معادلات حقيقة كما قلت لك قبل قليل لا يمكن تفسيرها ولا يمكن فهمها ولا يوجد لدينا إجابات واقعية عليها. شكرا جزيلا أدهم أبو سلمية أستاذ العلاقات الدولية، كنت ضيفي عبر الهاتف.